السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، صحة جيدة وأحوال طيبة. هذا الفيديو هذا خصصته على اللون الأصفر، هذا اللون الجميل اللي كثير من الناس كيفضلوه في اللباس ديالهم أو في الأتات ديالهم أو في حياتهم، كيعجبهم بزاف. جمعت لكم بعض المعلومات على اللون الأصفر. هذا اللون هذا اللي كيتعتبر من الألوان الأساسية بالإضافة للأزرق والأحمر. اللون الأصفر في علم النفس هو كيرتبط بالذكاء والفهم والمعرفة، كيعكس الفرح، هو يوحي بالنشاط والحيوية، كيحفز الخيال والإبداع، كيساعد العقل على التعلم والتذكر. لذلك علماء النفس كينصحوا باستخدامه في غرف الأطفال، في الحضانات، في المدارس، في فضاءات اللعب، الأماكن اللي يمارسوا فيها الأطفال الهوايات ديالهم، يعني الأماكن المخصصة لتعلم الطفل بصفة عامة. نهضروا شوية على صفات محبي اللون الأصفر. من بين الصفات اللي كيتميز بها محب اللون الأصفر أنه إنسان ذكي، عملي، موضوعي، اجتماعي، متفائل، يحب التغيير، دائما يبحث عن الجديد، إنسان مغامر، يحب السفر والتنقل، يحب الطبيعة، لديه روح مرحة، متحمس، يتميز برقة المشاعر وهدوء النفس، يحب الاحترام، يتجنب الانفعال والتذمر. وطبعا اللون الأصفر عنده دلالات سلبية، بحيث كيدل على الضعف، الفشل، الشيخوخة والموت، وكيتعتبر رمز للمرض. وفي بعض الأحيان كيضل على صفات خبيثة، منها الخداع، المكر، الحسد، الغيرة، قسوة القلب والتكبر. نهضروا شوية على اللون الأصفر في عالم الموضة والأزياء. مصممو الأزياء كيعتبروه ملائم للبشرة البيضاء والسمراء، وغير ملائم للبشرة البيضاء المائلة للإصفرار. هو سيد الموضة مؤخرا بجميع درجات ألوانه المختلفة الفاتحة والداكنة، وكيف كان لاحظوا ظهر بشكل واسع في محلات الموضة. طبعا كيلائم تقريبا جميع الألوان، للألوان يعني للألوان كلها، سواء الألوان المغلوقة أو الألوان الأحادية. اللون الأصفر في مجال الديكور، ينصح به خبراء الديكور باستخدامه في غرف الأطفال، غرف المعيشة كالمطبخ وغرفة الأكل، والغرف الخاصة بتجمع العائلة. يقرب المسافات في المساحات الواسعة لأنه كيعطي إحساس بالقرب والدفء، وكيخلي الغرف الكبيرة أكثر راحة. كيتلائم جدا مع اللون الأسود، الرمادي والأزرق. واللون الأصفر ورد ذكره في القرآن الكريم في 5 مواضع، أشهرها الآيات 69 من سورة البقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة نختم معكم موضوع هذا الفيديو هذا على اللون الأصفر، ونخليكم مع بقية الصور اللي اختارتها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي لكتبين استخدام اللون الأصفر في جميع المجالات. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب تشجيعا لي، والضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. نبقى غير نودعكم، تلقوا إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.